وللمزيد مشاهدينا من المتابعه ينضم الينا هاتفيا الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعه بالوزاره. سيد عباس، بعد التحيه، الدوله بذلت جهودا كبيره في توفير الاسمده اللازمه للمزارعين، برايك الى اي مدى ساهم ذلك في توفير احتياجاتهم، وايضا الى اي مدى اثر ذلك بشكل ايجابي على كامل قطاع الزراعه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وحضرتك طيبين وكل الساده المشاهدين الكرام. طبعا الانتاج الزراعي داخل الدوله المصريه يشهد يعني افعال من نشاطات غير مسبوقه داخل الدوله المصريه، سواء من التوسع الافقي الذي سمعناه حاليا في بدايه هذا التقرير، او في التوسع الراسي بالاصناف الحديثه التي تواكب التغيرات المناخيه العالميه. بفضل الله سبحانه وتعالى كان لازم يكون هناك سياسه من الدوله المصريه بتوفير الاسمده الرئيسيه الاساسيه الثلاثه اللي هي سماء الاسمده الازوتيه والفوسفاتيه والبوتاسيه، وخليط الاسمده والاسمده المركبه والاسمده الورقيه. طبعا الدوله بتولي اهتماما كبيرا وخاصه بالاسمده الازوتيه، لان الاسمده الازوتيه ان كانت بتساهم ب 10 الى 12% من مدخلات الانتاج، ولكن تساهم في كميه الانتاج من 60 الى 80% من كميه الانتاج. وبفضل الله سبحانه وتعالى كان دوله رئيس الوزراء ادى توجيهاته من 2016 بان يخصص 55% من انتاج مصانع الاسمده الازوتيه داخل الدوله المصريه يوجه الى الزراعات المصريه. وبفضل السياسه الحكيمه والمراقبه الصارمه مع معالي وزير الزراعه السيد القصير، وضعت ضوابط صارمه لمتابعه هذه الاسمده والرقابه عليها من مصانع الانتاج الى منافس التوزيع، وايضا تفعيل الكارت الذكي كارت الفلاح لضمان عدم التلاعب في هذه الاسمده ووصول الحق الى مستحقيه داخل الدوله المصريه. وبالفعل بدانا نجني ثمار هذه المجهودات الكبيره من توجيهات فخامه الرئيس بالتحول الرقمي. لان معنى كارت الفلاح، وهذا يعني دكتور تحديدا فيما لا وصل بكارت الفلاح، انهى الكثير من الاشكاليات. دكتور عباس، كما يعني طلعتنا هذا التقرير الذي تم رصده منذ قليل، الدولة تستهدف زيادة الصادرات الزراعية. السؤال هنا، ما هي خطة وزارة الزراعة لزيادة الصادرات الزراعية في العام 2024؟ بفضل الله سبحانه وتعالى، زي ما قلت لحضرتك ان المجال الزراعي بتوجيهات فخامة الرئيس عبد العزيز ان يكون هناك تحول رقمي داخل المؤسسة الزراعيه او وزاره الزراعه، فان هناك حاجه اسمها بيسموها التكويد المزرعي. التكويد المزرعي اللي هو عباره عن وضع المزرعه الانتاجيه التي تستخدم فيها الانتاج الزراعي سواء للاستهلاك المحلي او التصديري، بان يكون هناك متابعه لكل ما يتم داخل هذا الحقل تحت مسمى التكويد. كل مزرعه بتنتج اي من الفاكهه او المحاصيل البستانيه او الخضرات البستانيه او الفراوله او خلافه، بيتم تكويتها داخل وزاره الزراعه في الحجر الزراعي المصري، وتتبع العمليات الزراعيه من بدايه الموسم الى ان شاء الله نهايه الحصاد، وتتبعه الى ان يتم سواء توزيعه داخل الاسواق المصريه او تصديره الى الاسواق العالميه التي ترحب بالمنتج الزراعي، بحيث يكون هناك ايضا رقابه صارمه على هذا المنتج، وان يكون خالي من اي ملوثات وصالح للاستبدال الادمي سواء للانسان المصري او المواطن المصري او المواطن الاجنبي الذي يصدر اليه هذا المنتج الزراعي. وهو وبهذه الطريقه الحمد فضل الله سبحانه وتعالى بدات الاسواق العالميه تفتح اذرعتها على اوسعها لاستقبال المنتج الزراعي. هل في منتج معين دكتور عباس تستهدفون يعني تصديره في العام 24 سريعا؟ والله احنا دلوقتي عندنا توسع كبير في الموالح، في عندنا البطاطس المصريه، في عندنا الفراوله، في عندنا الرمان المصري، في عندنا العنب،
في عندنا عديد من الخضروات الورقية الطازجة اليومية، العديد والعديد من الأصناف بفضل الله سبحانه وتعالى، بالإضافة طبعا أيضا إلى التوسع في الزراعات أو الصور الزراعية التي تنتج بعض المحاصيل في الأوقات المغايرة للتغيرات المناخية، بحيث تسد الفجوات سواء في الاستخدام الداخلي أو التصدير إلى دول العالم. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة.